هاي واضح، أنا الراقصة إلي صار. والناس بتهتف من بيروت لبلادي منين؟ اللي عم بعمله منه هين أبدا، عم بعمل ثورة لغير نظرة، نظرة لكتير ناس، لمجتمع كامل، إنه المرأة قادرة تتحرر وقادرة تتطور. كنت ضل قلن انه ما التمريض تضحية ورسالة مقدسة. طيب كمان الفن حلو ورسالة، الانسان هو حر يقدمها مثل ما هو بده. تركت المدرسة بعد سنتين احتراف من الرقص، كنت عم تعلم وارقص وقررت خلص، لان بدي فوكس، وبلش اسمي يكبر وبلش عندي سفر. مشوار الفني ما رح قلك ما كان صعب، لانه كانت اول سنتين كنت عم بتعلم واشتغل ارقص بالليل، وكمان اتعلم مسرح بجبال، وكان عندي مسافات الطريق. كنت يعني قضيت سنتين انا ماني نايمه، مش ضايقه طعم النوم، تا قلعت بالرقص. بالنهار كتير مختلفه عن الليل انا، يعني مثل ما شفتيني هلا انه بطلع انسانه عاديه، يعني بنهار ماري بالليل اللي صار. اللي صار ببص عليها بتروس وقلبي يولع نار. سهر بتعب، الواحد بده ينام اكثر، صنهارنا كثير صغير وما عندي كثير وقت اني اظهر وروح واجي. قصصي روتينيه كثير، مثل اليوغا، مارس اليوغا، فينيازا وهاتا، اريال يوغا، واكيد بعمل مديتيشن تضل محافظه على الوعي اللي انا فيه. هون بيجي ترم السهره، بدي احضر حالي ميك اب وشعر، بروح نهاري. بمجتمعنا بياخذوا المراه هي جسد واثاره، فكيف اللي المراه اللي لابسه بدها ترقص شوي اوفر، اكيد رح يفكروا فيها انه بس جسد واثاره. في ناس بتحترمني وفي ناس بتحترم اللي انا عم بقدمه، مش بس انه جسد واثاره. الرقص كثير حلو، الرقص راحه نفسيه، بفتخر بالفن اللي بقدمه لانه فن جدا راقي وفن محترم، ولازم الانسان اللي بده يحترف هيك فن يشتغل على نفسه، على روحه وعلى جسده.